حبيبي سمورة، هلا صباح الورد. طلع سواحل سواحل. باي باي. هلا جاي بدي اجهز لانش بغسيل المدرسة. ليتس جو. ماسة زعلانة. ليش ماسة زعلانة؟ ماسة لسه ما عندها مدرسة. الاسبوع الجاي مدرستها ماسة. هلا شوفوا شو صار. سوار نقلناها على مدرسة ثانية وماسة ضلت في مدرستها القديمة. ليش بدي اروح انا؟ وماسة زعلانة حابة تنقل على مدرسة سوار، بس احتمال السنة الجاية ننقلك ماسة. يعني كل واحد في مدرسة، سوار الباص بوصلها على المدرسة وأنا بوصل ماسة على المدرسة. هو قال ضل يومين، بكرة ثالث يوم رايح على المدرسة. هلا شوف بجيب المونيفورم. لا لسه سوار ما عندها كمان يونيفورم المدرسة الجديدة. لسه قاعدين بنتعود شوي شوي على المدرسة الجديدة، وكمان هلا بسرعة بخلصوا دوامهم بروحوا بسرعة، فعندهم لانش بوكس مدته قليلة، صح سوار؟ اه. فرح نحط شغلات بسيطة على اللانش بوكس هيك على السريع، أي إشي، لأنه أول الأسبوع للمدرسة، الأسبوع الجاي بنبلش نهتم في الأكل الصحي والغذائي للمدرسة، أوكي؟ لأنه رح تطولي بالمدرسة سوار. اه. يلا شو بدك تحطي في اللانش بوكسك؟ خذي راحتك، هذا الأسبوع أسبوعك، حطي اللي بدك إياه للمدرسة. أوكي أنا بدي أبلش بالسناكس. يلا اوكي عادي، سامحتي لك شو بدك تحطي هذا الاسبوع؟ بحط البارني. اوكي وكمان بحط الاوريو بوب، بسكويت 7 دايز. بس على فكره ما رح تاكليهم كلياتهم، بس مش مشكله حطيهم. ابودي بده ام. هلا خلصنا السناكس. السناكس خلصنا، هلا بدنا نحط اللانش. يلا هلا اللانش بوكس، انا جبت لها هذا اللانش هيك شفاف وحطيت عليه خذ. حطيت جايز عليه ستيكر كمان عشان هيك. استني عبودي بده تفاح، بدي اقطع له منها. استني سوار تفاح. حطيت جايز تفاح وحطيت هلا بحط ساندويتش الجبنه. يلا اعملك ساندويتش لحالك، افتح لها الجهه الثانيه. جايز المس علمتنا انه نفتح الكتاب من ايدنا اليمين. والله؟ اه من ايدنا اليمين ونفتح الكتاب هيك من ايدنا، يعني يفتحه من هون. حلو مدرستك الجديده سوار؟ كثير. وانا ومستي تبعت الباص بنحكي اذكار الصبح. اذكار الصباح؟ انت ما تتعبي، سجليني بالباص يعني بالمدرسه عشان ما اتعب اوصلك. اه ما صدرها تقول لي بلاش تتعبي توصليني على المدرسه، وديني في الباص مع سوار. بس ما تكون ب باص ثاني. انا عشان المدرسه ما بدي اروح المدرسه. اوكي ماما السنة الجاي بسجلك عند اختك. هلا بدي احط الموز بعد بس انت رايدي باص يا ماما. حاضر. تحبي الباص انت؟ اه. بتموت ما في الباص، كانت مكيفه بس ماما حكت لها بجوز تكوني معي كيفت لانها بتحب الباص كثير. خلاص هيك خلصنا السناكس، خلصنا الفواكه مع الساندويتش، رح ترجع منه لانه ما في وقت للاكل، فما تخلصوا كلياته سوال مش مشكله، بس اول اسبوع. يلا سكري اللانش بوكسك. ثاني اسبوع البلد بدي احط. ثاني اسبوع بدك تاكلي كل اللانش بوكس سوار، يكون في معكم وقت للاكل. تعالي نروح على السايد الثاني عشان اذا اجى الباص. ايوه. يلا نشوف تعرفي على اصحاب جداد. مسات جداد، كل شيء رح يكون جديد عليكي، إن شاء الله يا رب سنة دراسية سعيدة عليكي يا ماما، ربنا يوفقك في دراستك ومدرستك الحلوة الجديدة. خلينا نوقف هون نستنى الباص. من هون رح يجي الباص عشان تحفظي وكل يوم توقفي نفس المكان. يلا البس الشنطة سوار عشان إذا أجا الباص تطلعي، بجوز هاد يمكن هاد باصك، لأنه إحنا ما بنعرف لسه أول مرة، أنا مش عارفين شو رقم الباص ولا إشي. لا 1 3. وقف لك. حبيبي سمورة، هلا صباح الورد. طلع سوار سوار. باي باي. جايين نستقبل سوار. هلا سوار حبيبتي. اه فكري هيك مع فادي انا والبنات نمنا.
ماما شو كان الصف ملان في طلاب؟ كان كثير صحبات عندي كيف ما حسيت بالطريق ابدا. الحمد لله الحمد لله. لعبت معهم وكيف اليونيفورم طيب اشتري لي اياه. انبسطوا انك بصفهم سوار؟ كثير. شو اسم مستك؟ في كثير قصص كتبتهم على الكتاب عشان ما انساها. اعطيني الشغل. كثير حصص اخذنا اسلامي عربي مره ارت. يا ربنا تعبنا. انا انبسطت انك مبسوطه، كنت خايفه عشان مدرسه جديده. حبيباتي الله يحماكم. اشتقت لك. تحبي اختك؟ كلها كثير صغيره. المشكله ما عندي اصحاب بس الثانيين كانوا نايمين. الثانيين هدول طيب ممتاز. كل ناموا في الباص. بس هذولك الاثنين وانا بس. المهم ما دختي في الباص ولا شيء. ولا شيء، نمت دايركت. كنت تعبانه. رجعتي مع البنات حكيت وقلت طلعنا وكان عندهم كافيتيريا اعطيني فلوس. كنت بتحبي تروحي تطلعي في الباص بقرقري. حبيبتي الحمد لله. وين رايحين سواري وماسا؟ رايحين نلعب بالعاب التلج وكثير برد هناك. رايحين على مكان تلج حقيقي. وهي لبسونة اشياء كتير مغطية لانه كتير برد. انا اصلا من هلأ بردانة. ما احلى الاجواء. مدينة تلج. اسمعوا البرد مش طبيعي. حاس حالي بالتلاجة. حاس حالي بالفريزر. اسمع تكلمي صار يطلع نفس هيك. وصار دخلة. واو. ماسا نلعب بالثلج يلا. الله أجواء ثلج بحبها هاي اللعبة. تعالي ماما أنا خايفة. تعالي معي معاكي. لا أنا مهاري. كم نسبة الحماس؟ كثير. طل خلي الثلج طلع الثلج ماما. درجة الحرارة هون سالب 4. الكرة عدوا كثير حلوين. جمدنا. قاعدين وصلنا بدورنا لنلعب السلايد. كتير حلوة صح؟ كتير كان قوي السلايد. كتير كان قوي. ماهره